هاي سكر من 2018. بعد ان بحثت كثير في كل مجال القطاع الصحي حقيقه لم اجد افضل من برنامج الفيل جريت. الفيل جريت شيء خرافي، شيء خيالي. بعدين البرنامج هذا بدون اي حرمان من قبل شهرين التزمت في البرنامج، وخلالها كان شهر رمضان، وانتم عارفين شهر رمضان يعني يكون نصوص. في شهرين نزلت حوالي 10 كيلو زائد، تركت حبوب المساعد وحبوب السكري. تعرفون انه حبوب المساعد ياثر على الكلى وينقص فيتامين بي 12، زائد انه الماتشا والبيز لايف واليونيميت اصلا موجود فيهم فيتامين بي 12 اللي احنا محتاجينهم. فهاي نصيحه نصيحه مجرب لكل شخص يعاني من السمنه او السكري، انه ما لك الا برنامج فيليجريت. هل تعلم ان ما افسده نمط حياتنا السيء خلال كل السنوات الماضيه الفيليجريت يساعدك على إصلاحه خلال 90 يوم فقط؟ إذا كنت مهتم تتحصل على هذا البرنامج الصحي البسيط، تواصل معي على رسائل الإنستغرام أو تواصل معي على رسائل الواتساب.